يا بوم. ايه ده؟ شفتش فردة الشبشب التانية؟ اهي. يا مالها مبلولة كده ليه؟ عم عيد كان بيعضعض فيها. يعني ما معرفش الراجل ده بيعمل كده ليه؟ لقيته برضه خارج من الحمام، دخلت وراه الحمام لقيته منتش المناديل كلها على الأرض. عارف الدبدوب الأحمر بتاعها؟ معضعضه كله. هو بيعمل كده ليه؟ طب بقول لك أنا جبت لك كتاب اللي هو بتاع تدريب الكلاب. طيب. عايز أدربك بقى على شوية حاجات. ماشي. ما عنديش مشكلة. أول ما أقلب كلب يلا قشطة. لا أنت وأنت كلب أنا ما بعرفش أتفاهم معاك خالص. دماغك ناشفة جدا. تعال نعملها دلوقتي وافتكرها وأنت كلب. طيب اتفضل.